اسكتي عبال ما عرفت العنوان. بلغ سمير بينا، انا عايزه اقابله. العنوان انا، العنوان سهل جدا، انت اللي باين عليكي بلبخ. يا اسكتي، ليك عارفه وش اللي ابوه. ايه مالك؟ شكلك قلقان، خايفه؟ هخاف من ايه؟ اتفضل. ايوه يا عفت بيه، اطمئن، زي ما وعدت سعادتك بالظبط، البضاعة هتوصلك في ميعادها مظبوط. ده كلام يا راجل، أعوذ بالله يا راجل، احنا بنتعامل بكلمة الشرف. ايوه، لا لا لا، اطمئن، مع ألف سلامة، مع السلامة. اهلا اهلا وسهلا. سويرة هانم كلمتني عنك كتير، ربنا يوفق ان شاء الله ويكون لك نصيب معانا ان شاء الله. وانت يا ساسكا، بقالي مده كبيره قوي ما شفتكيش. مشاغل. اكرهها اكرهها بشده. هي ايه دي اللي بتكرهها يا سمير بيه؟ كل مشاغلك اللي تبعدك عني. أنا ما استغربيش يا مدام، أصل سوسكا تربطني بيها صداقة قديمة قوية متينة. على فكرة يا صفاء، سمير بيه في مكانة خالي بالظبط. مدام صفاء دبلوم تجارة برضو؟ أيوة يا فندم. صفاء كانت أشطر واحدة في المحاسبة في المدرسة. لا 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 لا، أنا مش عايز أتعبها، مدام صفاء عندها مؤهلات أهم بكتير قوي من الحسابات. اصل انا في الواقع محتاج سكرتيره، واضح ان مدام صفاء شكلها مقبول وعندها شخصيه، انا محتاج واحده بالمواصفات دي. قلت ايه يا مدام؟ اللي تشوفه سيادتك. اما بخصوص المرتب، نقول مبدئيا كده 300 جنيه، معقول؟ معقول جدا يا فندم. خلاص اتفقنا، من بكره ان شاء الله تقدر تستلم الشغل. مبروك. شكرا قوي يا فندم. العفو. ميرسي قوي يا سمير بيه. وليه الرسميات دي؟ ما تقول على طول يا خالي. انا اسف شباب. باي باي. السلام. مع الف سلامة. مع الف سلامة. على فكرة يا جماعة، مدحت بعد بيسلم عليكم واحد واحد وبيقول لكم انكم وحشتوه. والله يكفي الخير، ولسه فاكرنا؟ وبعت لك سلام خصوصي. خد يابا كام سطر دول ليك. أعود كل يوم إلى البيت بعد انتهاء الدراسة في الجامعة لمشاهدة التلفزيون وسماع الراديو وترتيب أوضاع الصور على الحائط والكتب، وأحيانا أخرى أكلم نفسي في المرآة، وفي معظم الليالي يكلمني في التليفون صديقي أشرف الذي يسكن في مدينة أخرى، فيشكو لي أحواله وأشكو له أحوالي. مش هتنام؟ هشتغل شوية، لازم أخلص الجزء التاني من الرسالة. مالك؟ شكلك متضايق ليه؟ فعلا متضايق، صاحبي مدحت بعتلي كارت، باين عليه تعبان. يا أخويا ده مش وش نعمة. أنا أي منام، عندي شغل بكرة. يعني هتنام؟ مش بتقول عندك شغل؟ تعبان، تعبان شوية. مالك؟ في ايه؟ الموضوع مش موضوع صاحبك. انا عارفه انت متضايق ليه. متضايق ليه يا صفاء؟ من موضوع الشغل. بصراحه ايوه، البيت والولاد محتاجين لك. طب ليه؟ دي فرصه، مرتب كبير وهو برضو اساعدك، ما انت مش قادر على مصاريف البيت لوحدك.
طب نام يا نبي. عشان تقوم بإجراءات الإفراج عن 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 عن, عن, عن الرسالة اللي دخلت لمعلبات الأنشوك. حاضر. شكرا قوي. أستاذ محمود. أفندم. أستاذ محمود، بعد إذن حضرتك الورق دون ترفقه بملف القضية اللي إحنا رافعينها على مصلحة جمالك. ماشي. ما شاء الله، الواحد يمسك خشب. انت استوعبت الشغل بسرعة. مش قوي كده، انا حاسة اني لسه تايهة. بعد اذنك. الله يرضيك. على اذنكم. اتفضلي. صباح الخير. حضرتك طلبتني؟ ها؟ افتكرت. انا كنت عايز اطمن. ايه اخبار الشغل معاك؟ الحمد لله يا فندم. المهم ان اكون عند حسن ظن سعادتك. معلش، هو في الاول كده لازم تكوني مرتبكه شويه، لكن كلها يوم ولا اتنين ومسائل تبقى عاديه جدا بالنسبه لك. انا اللي مطمني ان انت ذكيه ولماحه. متشكره قوي يا فندم. اي خدمه تانيه؟ خد يا صفاء، ده مبلغ بسيط يمكن تكوني محتاجاه له. تجيبي شوية فساتين كده ولا حاجة؟ أيوة يا فندم، بس يا ستي اعتبريهم سلف. امسكي بس، ونبقى نخصم من مرتبك كل شهر جزء لغاية ما تسدديهم. اسمعي يا صفاء، المصدر في شغلتنا دي مهم جدا. احنا بنقابل شخصيات مهمة، فإذا تمشي شغلنا أو تعطلوا فلازم نظهر قصادهم بمظهر كويس جدا. واضح؟ واضح يا فندم، عن إذنك. تفضل. اشتريت شوية حاجات وبعدين رحت على الكوافير قصيت شعري، والنبي مش كده حلو؟ اسمعي بقى، ما هي الطريقة دي مش هتنفع. وهو أنا بعمل ده كله عشان مين؟ ما هو عشانك وعشان البيت والعيال. هو حد كان طلب منك تعملي حاجة؟
طب ونعيش ازاي؟ ما احنا كنا عايشين كويس قوي. لا ما كناش عايشين، في حاجات كتير قوي 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 نقصانا. حاجات كتير قوي 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 زي ايه يعني؟ حاجات كتير قوي. العيال مثلا ليه ما يتعلموش في احسن مدارس زي بقيه العيال على الاقل يضمن لهم مستقبلهم؟ المدرسه يا ست هانم هي البيت والام، عظماء البلد كلهم اتعلموا في كتاتيب. عمرك سمعت ان طه حسين اتعلم في الفرير؟ ولا العقاد متخرج من كليه دلسال؟ يعني ما قلتليش مبسوط من السكرتيرة الجديدة؟ مش بطالة، بس لسه ما تعودتش على الشغل. تعرفي انا خسرت كاسوير. بجد انت وحشتيني، وحشتيني قوي سسك. من غير لف ولا دوران، عاوز ايه بالظبط؟ ابدا، مشوار، مشوار صغير من بتوع زمان. هديك 2000 جنيه في 3 ايام. ماشي. لا يا عم، انا مش مستعدة اقضي بقية عمري في السجن. انت مشاويرك دي تودي في داهية، بس انت عارف لو اي حاجة تانية انا تحت امرك. انا لسه بقى في الناس كده. طيب اسمع، عندي موضوع تاني في السليم قوي. في شركة اعلنت عن حاجتها لبودرة بلاستيك. انت عارفة انا عندي من الصنف ده كتير قوي في المخزن. العملية دي فيها مكسب كبير قوي اللي هيرسى عليها بعد. رئيس مجلس الإدارة بيموت في الجلس اللطيف. يعني مشوار صغير منك لو استعرضي فيه أسلحتك الفتاكة يرسى علينا العقد. قلت إيه؟ أوكي، كده ما عنديش مانع، بس هتدفع كام؟ 10%. يلا 15. إيه ده؟ حن عليا، ده انا برضه زي خالي. ما هو عشان انت زي خالي هاخد 15. باي باي. باي باي.
15%. اه بنت الحرامية. سهير. اهلا صفاء. ها ازاي الحال؟ الحمد لله كويسة. انا مش عارفة اشكرك ازاي يا سهير. ما تقوليش كده، احنا اخوات. على فكرة يا صفاء. ايه؟ سمير بيه معجب بيكي قوي. قصدي معجب بشغلك. وانا كمان بشتغل بكل طاقتي. انتي كده الحق. مش كلها؟ ازاي بقى؟ يعني لسه كمان لازمك شوية لباقة، شوية مرونة. مش فاهمة، هو اشتكالك مني في حاجة؟ لا لا، أنا بقول كده من عندي. طب وضحي لي. بعدين بعدين هوضحها لك. باي باي. أدخل. أيوة يا فندم. أهلا يا صفاء، تعال اتفضل. تحت أمرك. أقعد. عايز امليك الجواب. حاضر. ايوه. السيد الاستاذ مدير الشركه الوطنيه للمقاولات، تحيه طيبه وبعد. ايوه يا فندم. وبعدين؟ اوام لحيتي. ما شاء الله ما شاء الله، ده انتي ولا اللي بيشتغلوا في الاختزال. لا برافو. على العموم انا اصلي كاتب مسوده للجواب، معرفش بقى هتعرفي تقريها ولا لا، لان خطي زي ما واضح كده مش ولا بد. احاول يا فندم. الله، رقيق قوي لون الفستان. في حاجة هنا أنا مش عارفة أقراها. الكلمة دي إيه لو سمحت؟ ها؟ فين؟ هنا هو يا فندم. آه. دي؟ أيوه. الخرسانات. طبعًا مش معقول واحدة رقيقة زيك تعرف تقرا الكلام اللي زي الدبش ده. أنا وعذرك. الجواب ده أكتبه من كام نسخة؟ ثلاث نسخ. وعلى فكرة دي آخر مرة هتكتبي فيها عن مكنة. خلاص يا ستي أنا حرقيكي. من بكرة هتيجي واحدة تانية تشتغل تايبست. صفاء، أنا عايز أقربك مني أكتر. عندك مانع؟ أيوة يا فندم، بس أفهم طبيعة العمل. على قطع عمل هتقابلي العملاء معايا، وأنت بسم الله ما شاء الله مظهرك مشرف، نفس الوظيفة اللي كانت تشتغلها سهير قبل ما تسيب الشركة. لو تسمح لي يا فندم، هي سابت الشركة ليه؟ ربنا فتح عليها يا ستي، بتشتغل دلوقتي لحسابها. تقدري تقولي بقت منافسه ليا. لعلمك بقى، انا اللي يبدا معايا ابواب النعيم بتتفتح له. طب بعد اذنك يا فندم. اتفضلي. اه في حاجه مهمه، ان شاء الله بعد الظهر لازم تيجي في مقابله مهمه مع بعض العملاء. اوكي؟ حاضر يا فندم. اتفضلي. حضرتك هتقعد شويه النهارده يا استاذ؟ هستنى شويه كده لغايه لما الزحمه تخف. اي خدمه يا فندم؟ لا متشكر. قول لي يا رب، انت عايز مني كام؟ 75 قرش يا فندم. 75 قرش؟ اه. ليه؟ اتنين حاجه ساعه واحد شيء. طب قول لي، هو احنا النهارده كام في الشهر؟ النهارده ان شاء الله 15 يا فندم. انت متاكد؟ ايوه طبعا متاكد. ليه؟ خير في حاجه؟ لا بس في ميعاد مهم كنت ناسيه. شكرا. شكرا. لا. عارفه هو اتأخر كده ليه؟ حماده؟ نعم. سلوى؟ نعم يا ماما. لما يجي بابا قولوا له ان ماما عندها شغل بعد الظهر وهتتاخر شويه. فاهمين؟ مش عايزه حد فيكم يتشاء. حاضر يا ماما. فين البوسه بتاعتي؟ ما
محدش فيكم يجي ناحيه البوتاجاز. حاضر ماما. مساء الخير يا صفاء، قاعدة بالك كتير؟ يلا بينا. على فين يا فندم؟ هلا، ما انت عارف، مش قلت لك النهارده عندنا معارض مع مجموعة من العملاء؟ هما مش هيجوا هنا؟ لا 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 يا صفاء، افهم الشغل بقى، احنا نروح لهم. اصل الشغل والاتفاقيات بره جو المكاتب بتبقى احلى واجمل واسهل. بعدين يا صفاء عايزك تصحصحي معايا شوية، ها؟ اتفضل. تحت امرك يا فندم. يلا ماما، يلا. بس ايه الهوسه اللي بتعمل دي؟ تعالوا بلاش دوشة عشان ماما ما تسمعش. يا ماما فين؟ ماما خرجت وقالت ان هي هتتأخر شوية. خرجت؟ ايه اللي معاك يا بابا؟ دي تورته، لأن النهارده هيبقى فات على عيد جوازنا أنا وماما 9 سنين بالظبط. بابا أنت بتحب ماما؟ أصل إيه يا بابا؟ أنت بتحب ماما؟ دي الأسئلة بتاعتكوا دي؟ طبعًا بحب ماما، بحب ماما جدًا، بحبها قد ما بحبكم أنتوا الاتنين. ودلوقتي أول لما تيجي ماما هناكل التورته دي كلنا، ها؟ هم 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 هم. بالليل جميلة جدا، بس بالنهار بقى جحيم. صفاء سامعاني؟ اه طبعا. طب كنت بقول ايه؟ شفت بقى انك ما كنتيش معايا؟ كنت بقول القاهرة بالليل جميلة جدا. على فكرة انا سافرت معظم بلاد العالم، عمري ما شفت بلد جميلة زي القاهرة، بس اللي يعرف يتمتع بيها. مظبوط يا فندم. انتي سافرتي قبل كده؟ لا ابدا. امال عرفتي ازاي؟ ما هو حضرتك كنت بتقول. مالك يا صفاء؟ انتي مش عاجباك؟ في حاجة مضايقاكي؟ قولي يمكن اقدر اساعدك. لا ابدا مفيش. شوفي يا صفاء، زي الفرصة ما بتجيش لإنسان غير مرة واحدة، الإنسان نفسه ما بيعيش غير مرة واحدة. الذكي بقى اللي يعرف إزاي يعيش حياته ويتمتع بيها. عشان كده ما فيش حاجة في الدنيا تستاهل إنك تبقي حزينة ومتضايقة. أبدا، بس يمكن جو الشغل جديد عليا. صدقيني يا صفاء، واحدة في سنك وفي جمالك لازم تعيش حياتها وتتمتع بيها. اوعديني اني دايما اشوفك مبتسمه وفرحانه، ما اشوفش تاني ابدا نظره الحزن اللي في عينيكي. ها توعديني؟
عقبال عيد جوازنا انا اسفه. حسدناك ولا ايه؟ مش ممكن اللي كتب الجزء الاولاني من الرسالة هو اللي كتب الجزء التاني. الجزء التاني مكتوب بعدم اهتمام. ارجوك تكتب الجزء التاني مرة تانية وتديله اهتمام شوية. تعبانة عندي شوية صداع. قوليلي لو سمير بيه مزعلك أنا أعرف أخد لك حقك منه كويس. أبدا، أصل اتخانقت امبارح في بيت أشرب رجعت متأخر. طب أعمل إيه؟ عندي شغل. يا ستي ما كنت فاكرة في حاجة مهمة. سيبك منه، بكرة يتعود وغصب عنه. أنا إذنك. تقدر تعتبر موضوع بودرة البلاستيك وانتهي. كلها يومين يفتحوا المظاريف والعطا هيرسى عليك. برافو عليك يا سسكة. لا برافو، تلميذة نجيبة، وده رأيي فيكي من الأول. على فكرة أنا شفتك وأنت سهران امبارح. الله، أنت كنت هناك؟ مش أنت اللي معرفني من زمان بالمكان ده؟ عايز أقول لك حاجة، صفاء مش سهلة زي ما أنت فاكر. قصدك ايه؟ يعني بقول لو كنت بتفكر في حاجه كده ولا كده مش هينفع. صفاء بتحب جوزها قوي. يا سلام، بس كده مش مشكله، انا اموت في المغامرات الصعبه. ده مش لو استمرت في الشغل. صفاء اتخانقت امبارح مع جوزها عشان رجعت متاخره. اخص عليه اخص، حد يزعل واحده بالرئه ديت؟ مش كفايه انه حابسها في ام وقافل عليها طول السنين اللي فاتت. صفاء. ايوه يا فندم. تعالي معايا. حاضر. ايه
مالك يا صفاء؟ شكلك متغير يا ابني. الله، ده الاتفاق اللي اتفقنا عليه امبارح؟ فين الابتسام؟ لو اقدر كنت رسمتها. انا اسفه يا فندم، اصل في شويه مشاكل في البيت. طب لو ما كانش يبقى فيها مضايقه اقدر اعرف ايه المشاكل دي؟ اقعدي يا صفاء، اقعدي. مش عايزه تتكلمي؟ اقول لك، جوزك زعق لك امبارح عشان اتاخرتي بالليل، مش كده؟ يا ريته زعق لي، ده مش عايزني اشتغل خالص. ده كلام بيقوله بسعة غضب، مؤكد انه هيتراجع. لا يا فندم، ده مصر. معقولة بقى في راجل في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده بيفكر بالاسلوب ده ولا بالطريقة ديت؟ ما الناس كلها تشتغل، رجالة وستات بيشتغل. ده راجل عايز يرجعك لعصر الجواري والحريم وحضر يا السيد، مش كده ولا ايه؟ مع انه عارف قد ايه احنا محتاجين فلوس. وحتى لو مش محتاجين، انت من حقك تشتغلي وتثبتي وجودك زيك زي بالظبط. غلوب تفهمه، مش عايز يقتنع. قولي يا صفاء، جوزك ده انسان ناجح في عمله؟ جدا. جدا ازاي؟ مش موظف؟ يبقى اراده بسيط محدود. ايوه، بس ده بيحضر دكتوراه. وبعد الدكتوراه ايه فايده الشهاده متعلقه على الحيط وكام جنيه زياده في مرتبه؟ شوف يا صفاء، انت نجاحك المادي مضايقه، حاسس كده انك هتتفوقي عليه. لا لا لا، انا عمري ما حسسته بكده ابدا. بصرف النظر، دي حاجه جواه. صفاء، انا خبرتي بالناس كبيره جدا، السوق علمني ان افهم الشخصيه اللي قدامي بسرعه من مجرد نظره. بس انت ما شفتوش. انا عرفته من كلامك عنه، ده راجل عايش في عصر مات من زمان، عصر انتهى وخلص. سيبك بقى من افكار المتخلفه ديت، احنا دلوقتي عايشين في عصر الفيديوهات، الاطباق الطايره، التكنولوجيا المتقدمه. تعرفي لو حد سمع افكار المتخلفه ديت هيضحكوا عليه. انا اسف اذا كنت بتكلم عنه بالطريقه ديت، انما قلت كده لان انت تهميني. طب والحل ايه؟ لا لا لا، ولا يهمك، سيب الموضوع ده عليا، انا هتصل بيه وافهمه انه غلطان. لا لا بلاش كده، هيتخانق معايا ويقول لي ازاي ادخلك في مساله شخصيه. طب انا عندي فكره. ايه رايك نعزمه في سهره من سهرات شغلنا؟ جايز يفهم طبيعه عملك ويغير رايه. ايه، موافقه؟ موافقه. خير يا صفوت، ايه اللي اخرك النهارده؟ علشان ما نمتش امبارح. ليه؟ تعبان؟ قاعد بتخانق مع مراتي طول الليل، قال يا سيدي عايزين اشتري لها فيديو. طب منين؟ اذا كان المرتب كله 70 جنيه، يعني يا دوب يشتروا لها 10 بطيخات بالتمام والكمال. ولا يهمك منها، كلها يومين وتنسى. فعلا هتنسى، بس هتشبط في حاجه ثانيه. ما هي كمان معذوره، اذا كان التلفزيون طول النهار والليل بيعلن عن ثلاجات، صالونات، اوض نوم، وشامبوهات، حاجه تهوز. واعلانات التلفزيون دي لينا ولا الناس تانيين؟ لا طبعا، دي موجهه للريف. انتوا هتجننوني؟ تقدروا تقولوا لي بعد الدكتوراه ايه اللي هيقول عليكم؟ غير ان مرتبكم هيبقى 120 جنيه؟ بعد ايه؟ بعد 12 سنه من التخرج؟ طب وانت بقى ايه الحل في رايك؟ والله ما اعرفش، انا لازم اشوف لي شغلانه تانيه. مش هتقدر، لانك ببساطه شديده جدا ما تقدرش تشتغل اي شغلانه تانيه غير الشغلانه اللي انت بتشتغلها. انا موافق معاك ان في ظروف واوضاع معقده جدا، لكن مشاكلنا مش هيحلها غير العلم. بالاسلوب العلمي هنقدر نحل كل مشاكلنا. ايوه، تليفون علشان انا. ايوه. الو؟ ايوه انا يا فندم. استاذ سمير؟ ايوه. نعم. لا معلش، ما افتكرش ان انا حاضر. طيب هحاول.
من السوق السوداء وهو 68 جنيه بس. انا ما عملتش حاجة غلط، دي امريكا اللي هي امريكا بترمي القمح بتاعها في البحر. البلد بقى حالها نايم خالص من القيود اللي حاطينها على الاستيراد. منهم لله، وقفوا حالنا، مش قادر ادخل بلاطة واحدة. يا جماعة مفيش قيود ولا حاجة، ده شيء عادي جدا وكان لازم يحصل من زمان. وكل بلاد العالم عشان تحمي اقتصادها بتنظم عملية الاستيراد. دي امريكا يا رمزي بيه اللي بترمي القمح في البحر، علت الجمارك على البضاعة الياباني علشان تحمي منتجاتها. الاستاذ باين عليه مثقف، ده قريب قوي هياخد الدكتوراه. المسألة ببساطة يا عطوة بيه، ان البلد فيها مصانع والمصانع دي بتنتج، ايه لازمة بقى ان احنا نستورد نفس المنتجات من بره؟ يا بيه احنا مالنا ومال الصناعة، المثل بيقول ادي العيش لخبازه. ده كلام مش صحيح، دي اشاعة طلعها الاستعمار عشان البلد تبقى سوق يروج فيها بتاعته. استعمار؟ ده يبقى كلام في السياسة. قفل يا بيه، انا ماليش في الموضوع. على الله تكون السهرة عجبتك أوي أوي. ايه والأكل بتاعها؟ مش بطالب. على فكرة ما أكون زعلت من عطوة بيه، هو راجل دمه خفيف كده ويحب الهزار. اتفضلي. وأنا هزعل ليه يعني؟ اتفضلي. يلا يا أخويا يلا. شوف لك شغلانة شريفة تاكل منها عيش، بطل أمور الساعة دي يلا. بطل شغل الشحاتة ده. ما شاء الله عليك نجحتي. انا كنت بمتحنك
بامتحن اخلاقك الحلوه، اخلاقك النبيله العظيمه، اخلاقك الجميله. حياه النبي لو قربت مني لكل رمي نفسي من الشباك ويبقى ذنبي في رقبتك. طب خلاص خلاص خلاص، ما تخافيش. مصيبه ايه وشباك ايه؟ انا خارج، بس ما تمشيش، ها؟ ما تسيبيش البيت، ما اقدرش استغنى عنك. مين يجيب لي التلج بعد كذوبه؟ انا خارج خلاص. الفيلم بيتكلف كذا ألف جنيه، يا ريت معايا فلوس يا زوبة، كنت عملتلك فيلم استعراضي يكسر الدنيا. الدنيا. ما تخافش يا بيه. لا ما خافش ايه؟ اعملي معروف، انا ما اقدرش ارجعك الشغل تاني. شغل ايه يابا؟ ده انا اللي هشغلك. الله. انت اللي شغليني؟ ايوه. هتشغليني ايه بقى يا ست زوبة؟ سفراجي ولا مرمطون؟ عايزك تعمل لي فيلم على حسابي. واعمله بايه يا بت؟ بفلوسي. برضه مش فاهم حاجة.
اتفضل. رحمة يا رب رحمة. بك يا زوبة قولي الحقيقة، انت جبتيهم منين؟ انت ورثتي ونسيس ولا سرقت البنك الاهلي؟ فشل، انا مش حراميه، انا ورثاهم. ورثتيهم منين بقى يا زوبة هانم؟ من عامي اللي كان في البرتغال. في البرتغال؟ وده كان بيشتغل ايه؟ كان بيبيع برتغال. كان بيبيع برتغال وساب لك دول. امال لو كان بيبيع بطيخ كان ساب لك ايه؟ شوف بقى. المهم انا عايزاك تعمل لي فيلم توري الناس دي كلها مواهبي. انت مش كنت بتقول محتاج للفلوس؟ الفلوس اهي، مستني ايه بقى؟ زوبة انا هعمل لك فيلم يكسر الدنيا. شوف يا زوبة هانم، بس انا بقى ليا شرط. شروطي؟ اول فيلم يكون البطل فيه وحيد فهمي. ان شاء الله حتى تطلبي انطون كوين هجيبهولك. لا، خلي الواد انطون ده الفيلم التاني. خلاص، بس احنا بس يعني ندور على القصه اللي هتظهر مواهبك ونعمل السيناريو، تكون انت بقى اتعلمت الموسيقى والرقص وعرفت تلبسي ونبتدي تصوير على طول. بس ايه بقى؟ انا عايزه امثل واغني وارقص واهد الدنيا. بفلوسك اعملي كل اللي يعجبك، ان شاء الله حتى تعملي عجين الفلاح. وقد تمت المعاينه ورفع البصمات من على الشنطه. اقفل المحضر. اطمئن يا استاذ شريف، باذن الله هنتحرى عنها بكل دقه وهنقبض عليها قبل ما تتصرف في الفلوس. متشكر يا فندم. لو سمحت امضيتك. شكرا. متشكر. التلج يا زوب. الله يخرب بيتك يا زوبه. بالشوكة والسكينة. الورقة اهو، امسحي ايدك. ايدك. انت هتفتحي بطيخة؟ انا مش عايزة اكل اللحمة، انا هاكل المكرونة. كل اللحمة الاول بالشوكة والسكينة. مش عايزة اللحمة، انا عايزة المكرونة. مش برافو. بونجور. بونجور. لا لا لا، بونجور. بونجور. كويس قوي قوي قوي. بونجور يعني ايه؟ صباح الخير. عظيم. ها طب وبونوي؟ بونوي؟ ها يعني ايه؟ العواف. عواف؟ في فرنساوي العواف. في فرنساوي عواف يا بيه. فتكم العافية، فتكم العافية. معلش يا مسيح، معلش. كنت شغالة، والمطبخ والغسيل والمسح والكنس دول ما تجيبيش سيرتهم خالص. حاضر يا اسطى. مفيش يا اسطى، واخدة بالك؟ انت دلوقتي نجمة كبيرة، اسمك سلوى فريد، اللي بكرة هيلمع في سماء الشهرة والمجد. اسمك ايه؟
وحيد فريد. وحيد فريد؟ وحيد فريد ده مصور كبير وحاجج. اسمك سلوى فريد. اسمك ايه؟ سلوى فريد. عظيم. هوايتك ركوب الخيل والسباحة واليوجا. هوايتك ايه؟ ركوب الخيل والسباحة والأنشوجة. أنشوجة؟ معلش يا بنت، معلش يا فندم. يا زوبة، يا زوبة انسي المطبخ بقى. خلاص. اليوجا الايه؟ يوجا. ايوه اليوجا. انت كمان عضوه في نادي الجزيره ما شاء الله. امك تيزا عيشه هانم لزغلي، جدك سلطان باشا اللي فتح عكه. جدك عمل ايه؟ عجه. عكه عكه، ما تفضحناش بلاش تفاصه. جدك فتح ايه؟ عكه. برافو. اهم حاجه بقى بعد كده تخلي كلامك مزوق، يعني تقولي ايه؟ ربما، حيثما، ولذلك اطلاقا، وتكتري من اطلاقا ده. طب الكلام ده اقوله كده من غير مناسبه؟ من غير مناسبه. امال هيعرفوا ان انت مثقفه منين؟ اطلاقا. كويس قوي، تعالي. بس احتمال لو حصل ان نط من البلكونه. لا يا بونجور. ازيك؟ والله عالي يا زمن ولسه. استاذ وحيد، نخش بقى في الموضوع. طب سعادتك خش وبقى اندهني. لا لا لا، عايزين نتكلم هنا في السيناريو ونحدد الشخصيات عشان نبدا التصوير وندبه في كام يوم. ندب؟ احنا هنبتدي التصوير في استوديو نحاس بالاستعراض ان شاء الله. وماله، ندبه في نحاس. على فكره في دور ثانوي صعب جدا، يا ترى مين هيعمله؟ دور ايه؟ الشغالة. انا بقول ان حضرتك احسن واحدة تعملي الدور ده، اصله محتاج لممثلة قديرة زي انا. العب دور شغالة في فيلم من اخراج جوزي كمان؟ دي انا. وماله يا حبيبتي، ده تمثيل. ثم هما الشغالين كفروا، ده من غيرهم بطلوس وما تعرفوش تروحوا شغلكم. عن اذنكم. الله، هي المدام زعلانة ليه؟ سيبوها على راحتها، ولو ان يعني دور الشغالة ده دور مهم وهادف وهياخد عطف الجمهور. خلاص يا اخوانا، ما دام كلنا جاهزين نتكل على الله ونبتدي التصوير يوم السبت اللي فات. معقول يا فات انت راخر؟ السبت ايه اللي فات انت راخر؟ ده تاخرها في جهلك. يا اموره يا ست الكل، يا اللي هتمسحيهم كده مسح ان شاء الله، وفيلم النجاح ينجح نجاح ان شاء الله. ما تخلي يا حبيبتي. انت عارفه سميره حسني؟ مالها؟ انت احلى منها 100 مره، وضفرك برقبتها كمان. صحيح والنبي؟ الا صحيح، كل دول طالعين من تحت ايدي وحياتك. امال ايه؟ انا الوحيده اللي عارفه الزير وغطاه. ان ما خليتهم يبيعوا ترمس، ان ما خليتهم يقشروا دوره، ما بقاش انا نعيمه مراد. تصدقي بالله يا ست سلوى؟ لا اله الا الله. انت عليكي جسم يهبل زي سميره حسني كده. سميره حسني دي ايه؟ ده انت قمر ما شاء الله. هو هي فيها جسم ولا فيها شكل؟ اسكتي اسكتي، ايديا دول اللي بيحطوا لها الحشو في الفساتين. خدي ياخد عدوك يا اميره يا بنت القمر. ينجحك في كل مشهد ويكتب لك في كل لقطه سلامه يا أميرة يا بنت القصور. ولع 17. سكوت سكوت. الاستعراض الأول لأول مرة. كلاكيت اتفضل. أكشن. الاستعراض الأول لأول مرة.
برافو 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 برافو. حاجة هايلة، حاجة عظيمة. ايه ده يا بنت يا زوبة؟ قصدي ايه ده يا سلمى؟ انت اثبتي انك فنانة عظيمة. استاذ فرحات احييك من قلبي. شكرا. انت اهديت السينما بطلة كلها نشاط، كلها حيوية. شكرا. كلها هو انا عملت حاجة؟ البركة في الاستاذ فرحات، حضرتك طبعا. شكرا. انا ما عملتش حاجة. انا اشتغلت مع بطلات كتير، اشتغلت مع اليزابيث تايلور، ماريتا تورشي. تورشي؟ في نجمة سينما اسمها تورشي؟ الله، الفيلم اللي عملناه السنة اللي فاتت في الملاحات. انا ما عملتش افلام في الملاحات. مش انت؟ المهم، المناسبة السعيدة دي بمناسبة بطلتنا الجديدة العظيمة، انا عازمكم النهاردة على العشاء. شكرا. تحية لسلوى هانم، وتحية لفيلمنا الكبير الاستعراضي اللي بنعمله دلوقتي. شكرا. بس ما قلتليش اسمه ايه؟ بعدين هبقى احكي لك موضوعه ومين اللي بيمثل فيه.
تصبح على خير يا حبيبي. وانت من اهله هتسيبيني خلاص؟ اعمل ايه؟ عندي غسيل عندي تصوير الصبح بدري. تصبح على خير. وانت من اهله. معلش يا روحي تولتيني. تصبح على خير. يعني زلزال وجوه؟ جوه. فين؟ في اوضه المكياج. الله هي شكلتك ولا ايه؟ قريت؟ اتفضلوا يا اساتذه جاهزين؟ اتفضل يا استاذ. ايه ده؟ ده الاستاذ وحيد جايب الحلويات دي بمناسبه نجاح الانسه سلوى. بمناسبه نجاح الانسه سلوى ولا بمناسبه المناسبه؟ حطها. حاضر. محدش هياكل منها. برا. حاضر. كلاكيت. ما تصحنيش ما تصحنيش اديني كتفك عليه امان كتفك لخدي مخدريش صحن عيني ست هانم. انا بقول استوب من الصبح. استوب استوب. انتوا ايه واخدينها جد؟ احنا بنمثل. بالعكس يا استاذ فرحات، دي اول مره في حياتي ايوه احس بالحب الحقيقي.
عشان كده انا ناوي اتجرأ يا استاذ اطلب ايد الانسه سلوى. يا ترى هتوافق ولا لا؟ انا وافق. ده ونص ده خدامك. استنوا بس اما نخلص الشغل وبعدين ابقى احبه. جاهزين؟ جاهزين. هنبتدي من الاول. اكشن. من فضلك. هاي فيلم نجمة الموسم بيصوروا فيه دلوقتي؟ اه جوه. والبطلة موجودة؟ موجودة جوه. طب هي فين دلوقتي؟ جوه في بلاتو. انا شفتك قبل كده في السين. ممكن تورينا هي فين بالظبط؟ اتفضل. استاذ محمد الكحلاوي. في لا مش في دولة. عذراء سمراء ممشوقة الأد لم يسبق ليها جواز من حد. ترغب في عريس تحت التأسيس مقطوع من شجرة وملهوش حد. يا كبدي يا وحيد أهي دي اللي مناسباني بجد. مين؟ أنا وحيد. اسمي وحيد. أنا وحيد. اسمي وحيد. بالوحدانية الجوانية الوجدانية العاطفية بنافس الأستاذ فريد. تتجوزيني يا اسمك ايه؟ مؤهلاتك هي ايه؟ من ناحية الاخلاق مفيش اهل الحقيقة مربونيش. من ناحية الاخلاق مفيش اهل الحقيقة مربونيش. ما كانوش عليا مركزين بين البنات وبين البنين. ما كانوش عليا مركزين بين البنات وبين البنين. اخواتي 44 فيربوا مين بقى ولا مين. وهكذا شبت وحيد. وهكذا شبت وحيد. ها ما انا عدتلكش يا سي وحيد. مرملة سنها 25 ميسورة ولها 5 فدادين ومعاش وإيراد وعلى استعداد تتجوز عازب في 30. أهو برضو نشوف تدفع مين. مين؟ أنا وحيد. اسمي وحيد. أنا وحيد. اسمي وحيد. بنافس الأستاذ فريد. تتجوزيني يا شابة يا اسمك ايه؟ مؤهلاتك تبقى ايه؟ انا في الوجاهة شكلي بيه وعندي مليون جنيه. انا في الوجاهة شكلي بيه وعندي مليون جنيه. وبعاني من كتر الفراغ وعندي تفريخ في الدماغ. وبعاني من كتر الفراغ وعندي تفريغ في الدماغ. وقلبي خالي من زمان خرمي قد القرش الساغ. بيخر حب على ما فيش وبقيت مانيش عارف اعيش. ومانيش سعيد ما انا وحيد. السم السم يا سي وحيد. شجراء ويتيمه وليها ظروف. منعنها وليها ظروف. منعنها يتيم. انا وحيد. اسمي وحيد. انا وحيد. اسمي وحيد.
بنافس الأستاذ فريد. تتجوزيني يا شابة يا اسمك ايه؟ ومؤهلتك ايه؟ الصحة عال الصحة عال الصحة عال والحش عال ونفسي في بنت الحلال اللي تجيب صربة عيال صربة عيال صربة عيال يا بوي يا بوي يا بوي صربة عيال صربة عيال دي سعبانات من عاليمين عاليمين وتمانية صب يا نعش مال دي سعبانات هنا عاليمين عاليمين وتمانية صب يا نعش مال نعش مال منفوخين اخر رضا واخر جمال اخر جمال وان شاء الله نبقى شحاتين اهي برضو عزي وباي حال وباي حال خلوا تعدادي تعدادي يا زياد وانا وحيد اسمي وحيد فين انت يا ابني وفين فريد؟ مش معقول حسبك ساعتك اتفاجئ يا زوبه استوب ايه ربوب عليها رايح فين انت هو يا استاذ احنا بنصور يا عالم بنصور احنا متاسفين يا استاذ فرحات بس ما كناش نتصور ان البطله بتاعتكم هي الحراميه الخطيره اللي سرقت فلوس الاستاذ شريف استوب زوبه حراميه انا غلط شريف والله يا بيه انا ما سرقتش حاجه انا خدت الفلوس دي سلف قلت هعمل الفيلم وبعدين هرجعها للاستاذ شريف تاني وتقول لي عمك بتاع البرتغال بقى بنت مفعوصه زيك تسرق الفلوس دي كلها مش مهم الفلوس المهم قلبي اللي اتسرق اهو ده موضوع فيلم جديد لازم تعمله يا استاذ فرحان اتفضلي يا هانم قدامي اتفضلي قلبي سرقت قلبي كمان يا استاذ فرحات معلش سلامه قلبك هدي صدق ان ده يحصل زي ما بيحصل في الافلام احنا حياتنا كده بالظبط لا حول الله يا رب هو ده اللي حصل الفيلم اللي حضرتك اخرجته لي السنه اللي فاتت وخدنا فيه جوائز في المهرجان فاكره فيلم ايه العذاب فوق قفاه يبتسم ده خدنا فيه جوائز في المهرجان انا وانت انا وانت لا ده لازم اتنين غيرنا انا مش حراميه انا سجلت الاستاذ شريف على الريكوردر وقلت له اني واخدهم سلف واول الفيلم ما يتعرض وينجح هرجع له فلوسه قد كده كنت متاكده من نجاح الفيلم انا كان قصدي اظهر مواهبي المدفونه اللي ما حدش عايز يعترف بيها لمجرد اني شغاله هي الشغاله مش من حقها تكون موهوبه مش من حقها تاخد فرصتها محكمه بعد الاطلاع على ملف القضية رقم 6607 لسنة 1982 حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة زوبة عبد السميع بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ مع مصادرة جميع المبالغ المتبقية لدى المخرج الأستاذ فرحات درويش وإعادتها إلى الأستاذ شريف عبد الرحمن وكذلك التحفظ على جميع الأشرطة السالبة والموجبة التي استخدمت في الفيلم وتسليمها للأستاذ شريف عبد الرحمن حيث أن تصنيعها تم من أمواله المسروقة رفعت الجلسة يا ترى أستاذ وحيد هتستنى العروسة لحد ما تقضي مدة السجن ولا هتقضي شهر العسل انت في السجن؟ معقول يا استاذ فرحات ده انا نجم شباك اتجوز صحيفة ثوابي اوشي وري من الناس فين؟ فرحات نعم يب انا متأسفة قوي يا سيدي كان قصدي شريف والله انا مش حرامية
شد حيلك يا زوبة. الشد على الله يا استاذ فرحات. خدي عشان تجيبي عيش وحلاوة. فرحات. طيب هات. بالرغم من انك اول واحدة تضحك عليا، انما معلش انا قلبي طيب، كل يوم هبعت لك عشا مخصوص من المديريان. ليه تعملي فيا كده؟ ليه تخدعيني؟ ليه تضحكي على قلبي اللي اول مرة في حياته يحس بالحب؟ منك لله، منك لله. يا بطة دي من فين يا بيه؟ ما بعرف. احسن اسبوع بحاله ما اشوفكش، مش قادرة استحمل اكتر من كده، بموت فيك. وحشاني يا سونيا، وحشاني قوي قوي. ما انت عاملني ترانزيت. عمري ما هسيبك ابدا يا حبيبتي ابدا. بطل لعب وتعشى. طب وانتي ما بتاكليش ليه؟ ماليش نفسي يا حبيبي. كل انت. ماما انا زعلان قوي من بابا. ليه يا خالد؟ في البيت سايبنا وقلنا عنده شغل، وهنا كمان عنده شغل. كلها كام يوم ويجي. ايوه بس انا عايز اتفسح. انا هفسحك صحيح؟ وهتوديني فين؟ اوديك بكره، هوديك السوق. ازيك يا خالد؟ انا قابلتك في الطيارة. ايوه فاكر. انت مش فاكر؟ لا فاكرك. انت ازيك؟ عاوز اشوفك يا كابتن. ان شاء الله. احنا في مكنة الهنا، مش هتيجي تزورني؟ والله ما افتكرش، اصلي مشغول قوي. خالد تعالى حالا يا مرض. دي مامتك؟ اي انت قلت لي يا حبيبي نازلين في لوكندا. ايه لوكندا الهنا؟ يبقى جاي لك ضروري. تعالى هنا، بقولك تعالى هنا يا ولد. طب على انك يا كابتن، ومستنيك في لوكان. حجيلك. مش قلتلك 100 مره ما تبعدش من جنبي؟ عارف المره الجايه هعمل فيك ايه؟ هضربك قدام. ميرسي. لو سمحت مفيش حد سال عليا. حد مين؟ كابتن حسين الطيار. لا. طب لو جه انا قاعد منتظره هناك. حاضر.
لازم حاجه تتعمل. مش معقول شكلها مش اقل من اسبوع. حصتي يا عم اسبوع راحه. ايوه راحه اجباري. يا ترى بالحظ مين، سونيا ولا لولا؟ بالحظ انا. على اذنك. الو حسين، وحشني وحشني يا حبيبي. بتقول ايه؟ مش معقول يا حسين وهون عليك اقعد اسبوع ما اشوفكش. ويمكن 10 ايام شغل بقى اعمل ايه؟ اول لما هرجع اكلمك. اوعى عينيك تبص كده ولا كده، اقتلك واقتلها وانتحر ونموت كلنا سوا يا روحي. باي باي يا حبيبي. الو يوسف؟ نو بور اون سومان مي سي امبوسيبل. ميسي دو ترافاي شيري. بون بون ديك جو رتور جي فيت كونتاكتي. او ايه ده يا كابتن، اول مره اشوفك تهرب من الستات. اصل الاجازه دي هقضيها على مزاج انا. اسمع انور، حضر لي الشنطه وهاتها لي على الاوتيل الهادي. يلا طيب. ايه رايك تاخد شربه؟ تليفوني هنا. طيب خليك انت يا خالد، انا جاي على طول. مساء الخير يا كابتن. اهلا يا كابتن حسين، انا قاعد مستنيك من الصبح، اتاخرت ليه؟ انا اسف جدا، اصلي لسه واصل من السفر دلوقتي. اتفضل. ميرسي. انما انت قاعد لوحدك ولا ايه؟ ابدا ماما معايا. اه طب بس لحسن ماما تزعل. تزعل؟ ابدا، مادام بابا مش موجود يبقى انا راجل البيت. تليفون هنا. ميرسي. الو. ايوه يا محمود، وحشتني وحشتني قوي يا محمود. هترجع امتى؟ مش قبل اسبوع هقدر اجي. مش معقول يا محمود. معلش، المهم تنبسطي انت والولد في تونس. لا مش مبسوطه. ازاي اكون مبسوطه وانا في مصر من غيرك وهنا من غيرك؟ ايه الولد يا محمود؟ خالد متضايق قوي ومحتاج انك تكون جنبه. ما قلتليش انت بقى هتبقى طيار مدني ولا حربي؟ مدني حربي، المهم ان انا اسيبه بس. ايه ده انت مستعجل قوي يا اخي. انا مساء الخير يا فندم. مساء الخير ماما. الكابتن حسين اللي وصلنا بالطيارة. أهلا يا فندم. أهلا بيك. تبعت أنت يا خالد، هستأذن أنا بقى. هو أنت لسه قعدت معايا؟ بكرة هجيلك زيارة مخصوص. على إذنك يا فندم. اتفضل. ما قلتليش هقابلك فين؟ من بدري هتلاقيني في البسيه. طيب، مع السلامة. أرفع مدام. أرفع. اتفضل يا مدوخني. اجي انا وراك بالشنطه شمال ويمين. مال ما غصيتش وراها. مش قلت لك مش كل الطير اللي يتاكل لحمه؟ ولا يهمك، 24 ساعه وهتبقى هنا اهو. بس انت متجوز؟ يبقى 36 ساعه يا اخي. ومخلف؟ يبقى اخسارها 48 ساعه. وبكره تشوف. ماما ماما.
انا اسف يا كابتن ما قدرتش اقعد معاك في السوق واحتفل بيك. معلش حصل فيا. وانت بقى ما نزلتش الميه ليه؟ اصل بيني وبينك ما بعرفش اعوم. يا خبر ابيض، هو في طيار في الدنيا ما عرفش يعوم؟ امال تعمل ايه لو اضطريت تنط من الطياره في البحر؟ حاضر. لا 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 لا، الطيار الشاطر ما يغرقش ابدا. قوم بقى لما اعلمك العوم. امال بابا فين؟ سافر. سافر فين؟ راح فرنسا. هو شغله فرنسا؟ في فرنسا ومصر وبلاد تانية، بيسافر كتير. ولما بابا بيسافر بتقعدوا مع مين؟ لوحدنا، انا وبابا بس. وبابا راجع امتى من السفر؟ معرفش، وانا زعلان قوي عشان كده. وهي ماما كمان زعلانة؟ طبعا زعلانة. الله، لسه اطلع المنط. قولي عملت ايه بقى في السوق انت وماما؟ اشتريت لعب وحاجات ورجعت. ما تفسحتوش يعني؟ مين هيفسحني؟ انا يا اخي. يمكن ماما ترضاش. قول لها انك هتتفسح مع كابتن حسين. المهم يلا نط. نط انت الاول. الله، انت خايف ولا ايه؟ وانت كمان خايف. انا ما بخافش من حاجه ابدا. طب وريني شطارتك. انت ازاي تعمل كده يا ولد؟ يلا قدام اتفضل. احنا متاسفين قوي. لا بالعكس، ده شجعني على النط. مش بقولك انت كنت خايف كده؟ طب تعالى معايا قدام النط. لا معلش، اصل لازم يتغدى دلوقتي. طب ما نتغدى سوا. ها؟ ايه رايك فيه؟ في مين؟ صاحب الكابتن حسين. كويس. تعرف يا ماما ان قبل ما يجي الكابتن حسين كنت عايزه اقول لك نسيب النقاندة ونمشي. ليه يا حبيبي؟ عشان قاعدين لوحدنا، زهقت زي ما يكون في بيت. على فكره يا ماما زعلان مني. ليه يا حبيبي؟ عشان بتعمليني قدام صاحبي زي ما يكون عايز. ايه ده يا ولد؟ ازاي تعمل كده؟ يلا قدامي. يقول عليا ايه؟ عيل صغير. انا اسفه قوي يا استاذ يا كبير. يلا حبيبي. ايه مش سامع الباب؟ قوم افتح. حاضر. اتفضل. مين ده يا خالد؟ معرفش. طب وريني كده. من الكابتن حسين الى صديقه الصغير الكابتن خالد. مرحبا بكم في تونس. متشكر يا كابتن حسين. ماما انا عايزه اديله هديه. ليه؟ عشان الورد الحلو اللي بعتهولي ده. لما تبقى تشوفه بقوله متشكر. لكن انا لازم اديله هديه، ده صاحبي. صاحبك لازم يكون قدك مش اكبر منك. يعني خصمه وقعد لوحدي وزهق. اخس عليك يا خالد، بتزهق وانت معايا؟ هو انا مش صاحبتك برضه؟ طب ما انت اكبر مني، ازاي تبقي صاحبتي؟ كده يا خالد. طيب انا زعلانه منك ومش هقعد معاك تاني. لا يا ماما اوعي تسيبيني، انا بحبك قوي وعاوزك جنبي. ده انت حياتي كلها يا حبيبي. ماما. ايوه. اروح اشكره بقى؟ يعني مصمم. ما تتاخرش. ما شفتش الكابتن حسين؟ لا. ما شفتش الكابتن حسين؟ ما شفتوش. كابتن حسين؟ اهلا كابتن خالد. وصلك الورد؟ حلو قوي. عجبك؟ قوي. وقولي عجب ماما؟ قوي قوي قوي. وقالت لك ايه؟ قالت انزل اشكره فانزلت جري. ما قالتلكش حاجه تانيه؟
ماما هي. ها؟ خالد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. ماما انا شكرت على الوعد زي ما قلتي، ما كانش في لزوم للتعب. لا يا فندم دي حاجه بسيطه، رمز الصداقه مع كابتن خالد. متشكر قوي كابتن حسين. وانا مستعد ابعت لك ورد كل يوم، ده اذا ما كانش ضايق حضرتك طبعا. ماما ايه ده؟ دي عربيات سابقه يا خالد. الله دي باينه عليها حلوه قوي. تحب تركب واحده؟ بلاش عشان يتعور. طول ما هو معايا ما تخافيش عليه. يلا بينا. اروح يا ماما؟ ما قلت لك ما تخافيش عليه. يلا بينا يا حبيبي. يلا يلا يا كابتن خالد اركب بقى وريني شطارتك. اه يا كابتن. يلا ليه؟ وانا صغير؟ ما تيجي تسابي معانا. لا معلش انا هقعد اتفرج عليكم. طب انا اذنك هنزل امسح واجيلك. طب اتفرج. ميرسي قوي على السهرة اللطيفة دي يا كابتن.
تسيب ماما علشان ترقص مع البنت المفعوسه دي؟ تصبح على خير يا حبيبي. تصبح على خير يا ماما. ماما ما نسيتيش حاجة. حاجة ايه يا حبيبي؟ حد وديت قبل النوم. اه كنا وصلنا امبارح لغاية فين؟ لغاية ما شرات الحسن قابل بدر البدور وحبها قوي. وهي كمان لما قابلته ايه حبته؟ لا عجبها بس. المهم قضوا مع بعض اسعد الاوقات وفي ليله من ذات الليالي كان قاعد لوحده يا عين. بيت أربعة يا بيت. طيب شك مرسي يا فندم. الحقيقة أنا اتفقت معاه امبارح إني أفسحه النهارده. على فكرة حضرتك نسيتي حاجة مهمة أوي امبارح بالليل. إيه؟ شفتي دبل إزاي عشان ما تجيش تاخديه؟ ماما أنا اتفقت مع الكابتن حسين إنه يجي يفسحني النهارده. لما يجي بابا يبقى يفسحك. هو حد عارف هيجي إمتى؟ خالد. عيب. على كل حال اعتبريني زي والده. أروح يا ماما؟ لا ما ينفعش. دي لازم ماما تيجي معانا. دي فسحة تجنن. ايوه عشان خاطري يا ماما. ايوه عشان خاطري يا ماما. ايوه
غالب. ها يلا. ميرسي. ممكن تاخدي لي صورة مع خالد؟ حاضر. يلا يا خالد. ساعدته. ما عندكش فكرة يا خالد ليه هعتز بالصورة دي؟ اسكت احسن الكلام يطلع في الصورة. معك وانت بتتكلم يقول انك مصري. طب انا مصري بس بشتغل هنا. طب ليه مش اشتغلت في مصر؟ اشتغلت في مصر واشتغلت في بلاد كتير. مين عارف بكره هشتغل فين؟ وهي البلد اللي تعجبني بقعد فيها. طب حسين عاوز اطلع فوق. يلا نطلع فوق. دي بقى المينا القديمة، أجمل مصيف ممكن الواحد يقعد فيه. يا ماما الكابتن حسين معانا. برافو عليك يا خالد. اللي يخاف من التعابين ما تخافش يا حبيبي. ايه انت بتخاف من التعابين ولا ايه؟ انا ما بحبش التعابين ولا انا، بس ما بخافش منهم ولا انا كمان. كالعادة في تقاليد الزفاف على طريقة تونسية وقع الاختيار على الكابتن حسين ليقوم بدور العريس وعليه اختيار عروسه من المدعوات. تفضل يا كابتن. يا كابتن يا بختك، ورينا بقى هتختار مين. هختار اجمل ورق واحدة في الحفلة. هما هيجوزوكوا لبعض بجد. يا ريت يا اخي.
يا خساره، كان نفسي اشوفك عريس بحق حقيقي. يا وسط مش بعيد. باي باي. باي باي. هيختار لي يا ماما. حلو قوي. اسمحيلي. انا مفيش اجمل منك. يلا يا مرة. لا ارجوك يا حسين ما تحرجنيش. يلا يا مرة ما تحرجنيش. ما تحرجنيش يا ماما. احذار ولد. يلا يا ماما احذار. يلا ارجوك يا حسين انا ما اعرفش. يلا. لا 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 يا خرابي مش ممكن. عامله برشام. عامله الموضوع في برشام. فين الموضوع يا فندم؟ اهو عشان بس ما تسرقش مني. صح صح. بسم الله الرحمن الرحيم.
على بعد 27 كيلومترا من القاهرة ومثلها من بنها وقع حادث اقشعرت له أبدان سكان القرى المجاورة والمحافظات والمديريات، إذ أنه في الساعة 2:05 و3 ثواني، شوف الدقة فن، شوف الدقة، تمكنت سيدة من سيدات قرية شيلشامون كفر نعناعة من أن تلد طفلا يعتبر معجزة القرن العشرين. إذ تمكنت المذكورة أن تلد هذا الطفل بثلاث رؤوس وجسم واحد، الرأس الأول من الأمام والتاني والتالت منين؟ التاني بقى بيت تلاقيه لازق في الأولاني على طول. فاهمك. لا بس بس بس، أنت بتجيب الحاجات دي منين؟ من الكفتاجي يا فندم. منين؟ الكفتاجي، الكفتاجي اللي على الناصر. هي تروح عنده تاكل، تفقع الأكلة، الكفتة تلعب، تسيح أبيض. بس يا يوسف، بلا كفتة بلا زفت. شوف يا نجلاء. أيوة يا فندم. سيبك بقى من اللي في دماغك ده. أيوة. أنا هديكي فرصة لموضوع تاني، هبعتك تتابعيه. إذا سجلت فيه نجاح كويس أنا هساعدك في دخول النقابة. هما في الحالتين يا أستاذ مجدي، لو سجلت نجاح أو فشل هي داخلة جهنم. هديكي اسم شركة استيراد وتصدير، استوردت عدد ضخم من التلفزيونات الملونة، دخلتها البلاد على إنها مقاس 17 بوصة وقدمت مستندات بكده، لكن الرقابة الصناعية فيما بعد أثبتت إن التلفزيونات دي 21 بوصة وبتتباع بالمقاس ده. يعني الشركة دي ضيعت على الدولة فرق الجمرك ما بين 17 و21، ده إلى جانب عملية التزوير اللي قامت بيها. خلاص يا بيه، نبعد نجيب تلفزيون من عندهم نفكه ونعرف ايه الحكاية. ده كلام يا نجلاء. تلفزيون ايه ونفكه ايه؟ نفك ايه؟ احنا ميكانيكيا نفكه نور. انا عارف يا اخي. ما المطلوب ايه بالظبط يا بيه؟ المطلوب حاجتين صغيرين قوي. حلوين قوي، هجيبهم ثانية واحدة. استني. نعم يا بيه. هجيبهم منين؟ ساعة ال انت خرجت ليه؟ ما دام مش عارفة خرجت ليه؟ استنى يا يوسف. اسأل يا استاذ مجدي. المطلوب حاجتين صغيرين قوي. أيوة. الحصول على مستندات الشراء وصور من فواتير البيع. طب قول. الله قول يعني دي. استني. نعم يا بيه. عارفه هجيبيهم منين؟ لا منين؟ امال انا خرجت تاني؟ ما انا عايز افهم. لا مؤاخذه يا استاذ مجدي، اتفضل. اسكت انا بقى؟ اتفضل. لا اتفضل. اتفضل يا استاذ مجدي. ايوه هجيبهم منين؟ من الشركة العالمية الفنية للاستيراد والتصدير. طب ما تقول. استني يا استاذ بجدي، سيادتك ما قلتلهاش هتجيب المستندات دي منين؟ من نيابة طبعا. من نيابة؟ يبقى احنا ان شاء الله اللي هنجيبها من نيابة. على العموم هي عارفة كويس مكانها فين. فين؟ ايه؟ بعدين اقولك. الو؟ أنا مجدي يا ليلى. لا يا فندم، النمرة غلط. يلا يا حبيبتي، يلا يلا عشان ناكل. تخش المطبخ تقفل الباب من المفتاح وتنامي. حاضر. مع السلامة. أنا بقى يا حبيبتي عايزك تاكلي، تاكلي جامد قوي عشان كده تربربي. حكم السمر دول لما بيربربوا بيبقوا حلوين قوي قوي قوي. العب اهو سجن. انا اللي كسبت. هات السيجاره. انا اللي كسبت. انت لئيم وبتضحك عليا وبتغش في اللعب. يا حاجة انا كسبت منك يعني الربع مليون دي كلها سجارة سلسة. خلصك. شايف كاتبين علينا ايه؟ ايه تاني؟ انا مش عارف الصاحب ده عايز مننا ايه. مستشفى 7 سنين ايه؟ طالب لنا اعدام. ده انتوا مشهورين اوي يا جدعان. طبعا مش مسجولين في مليون جنيه. انت فاكرنا زيك يا ابني سارق لي وزة وداخل بقى السجن. انا وضعي مختلف، انا حرامي امن غذائي. هات. وانت مزهل نفسك ليه؟ امال انا هيلغوا القوانين عشان خاطر الصحفي؟ لما واحد واثنين وثلاثه زي الصحف ده يبتدوا يكتبوا يمكن يغيروا القانون وتتشدد العقوبه. عليهم كلها ساعات على الاستئناف ويشيلوا 7 سنين. يمكن يزودهم 7 سنين كمان. فلا الله ولا فالك يا اخي. انا طالع في دماغي انط من على سور السجن واروح اقتل الراجل الصحفي ده. انتوا بتتكلموا على مين؟ انت مالك يا جدع انت؟ اما انت راجل حشر صحيح. حد يتكلم مع القرب باللغه دي؟ معلش يا بندق، اصلهم غش. براءة براءة عشان خطر الوش السمح ده. ده احنا وقعنا بقى. طب اوعى بس شيل ايدك عشان ده انت باين عليك راجل مش كويس. اوعى اهزقه يا قرن.
تهزقوا مين يا جدع التهور؟ اجروا لحالكم وسيبونا في قرفنا. الله، العيال دول ما يعرفوش القانون هنا ولا ايه يا عرب؟ قانون ايه دول؟ قانون ايه يا جدع؟ انت تعرف قانون ده؟ انتوا مناظركم وسخه. لا بقى ادبوه. وجب يا معلم. طب تسمع موت افهمي موت فهم دي عليا انا. احنا ستات زي بعض واعرف اخليها تتكلم، بس ادعي لي ربنا يوفقني معاها. الهي يا زيزي يا بنت، يامك اسمها ايه؟ فهمي. فهمي رخرة. على فكره يا نصر. ايوه واخد، لو سمحت النبي بعيد شويه بس عشان بنتكلم. ما تعرفش الواد عصفور محمود بن عنبر في نمره 9 هيطلع لك من الشباك اللي هناك ده؟ الولا عرب ابو عزه والنبي جنب باب الفتوح مقفول هناك. مش هناك على طول هناك. انا عايزين نتكلم. انا رحت لمرات فهمي وخدت لها شويه حاجات هي وابنها. مش واجب برضه يا نصر؟ واجب ابو كمال، اصل عرفت من واحد محامي اننا نعمل تظلم وتطلعوا براءه من القضيه. يا ريت يا كمال. ورحت اسالها عن ورق القضيه فين، قلت يمكن يكون فهمي شايله عندها. قالت لك ايه؟ انكرت ان جابوا عندها ورق، وقال الدوره عليه في حته تانية، ودلوقتي مش عارف اقابل المحامي بأني وش. انا كمان رأي ناشف معاه ومش عارف، مش عايز يقول لي ايه. يبقى بقى عايز يطلع براءه ويفلسعك انت. ده راجل هجاص، ما تسمعيش كلامه وخلي بالك منه. مش عاوز حاجه اجيبها لك معايا يوم المحكمه. تعالي لي هنا الاول هاتي معاك افطار. اسمعي، تجيبي لحمه راس وممبار وتحشيهم شطه. الشطه بس انت ما بتحبش الشطه. بحبها دلوقتي. تستنيني على الباب وانا بركب الشطه، وانا بشطف وانا تبقى تجيب الشطه وعلى الباب على في الشغل وامضي امضيتك. بس اوعى تروح تزور مراتي في البيت وتمضي امضيتك. والعمل؟ العمل انك تتنك وراه يمكن يبطل نشفان دماغ ويقول لك مخبيهم فين. هحاول. اذا ماكش اجيب لك حاجه في الزياره الجايه. لا متشكر يا ابو كمال، نتقابل في الاستئناف. سلم على زيزي. بمناسبه الاستئناف، انا مش مخوفني غير جدع الصحفي اللي نازل دب فقضيتكم ومحرض الحكومه عليكم. الظالم عليه ربنا ما بيسيبش حد. الزياره انتهت. سلام بقى يا نصر، وخليك ورا فهمي. ورا فهمي هو انا هسيبه. خش يا واد، خش يا مقصوف الرقبه يا تعب قلبي يا هادف حالي. اسيبك يا واد انت ساعه واحده ما فيش غيرها. ارجع عليك يا حبيبي كده موسخ هدومك بالشكل ده برضه. ده كلام كنت بقى مع الواد اسماعيل واهلي في الارض وبيحمل فاول. مين الراجل الطويل العبيط اللي كان بيلعب معاكوا ده؟ بتاع حاجه مش بيحسب الفاولات. هو يحسب الفاولات وانا قلبي ينقطع في الغسيل. تجرح عليا بلانتي. الهي يندرب في قلبه ضربه حره غير مباشره.
اتجننت. يا لهوي العيال خدت بالها. ايوه مساء الخير. مساء النور. مش شقه الست فهمي برضو؟ ايوه يا حبيبتي وانا الست بتاعها. اهلا وسهلا. انا يا زيزي. اهلا بيكي. خطيبه نصر زميل. اهلا اتفضلي يا حبيبتي. شكرا. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضلي ارتاحي. شكرا. اهلا وسهلا. الحقيقه انا كنت جايلك في موضوع بس مش عارفه ابتدي ازاي. قولي يا حبيبتي. فهمي ونصر ممكن يتحكم ببراءتهم يا استاذ زينب لو عملنا لهم تظلم. المحامي بتاع نصر هو اللي قال لي كده. ده كمال افندي صاحب فهمي كان هنا وقال لي كده برضه. هو رغر يبقى المحامي بتاعي صادق وقال ان الحاجه اللي ناقصه الفلوس. المحامي بتاعي طلب 900 جنيه بيني وبينك اتصرفت في 300 ومش عارفه اتصرف في الباقي. يا ريتك جيت انت ولا كمال بدري عن كده يوم واحد بس. ليه اتصرفتي في الفلوس؟ لا بس كان صاحب البيت هنا يمكن كان ساعدني. طب هو فين؟ راح بورسعيد اصله عنده شغل كتير. اصله عقبال امالتك مهرب كبير قوي قد الدنيا. اه طب استاذن انا. على فين؟ مش تشربي شاي ولا قهوه؟ معلش نشربها يوم براءتهم يا حبيبتي. مع السلامه يا حبيبتي. ربنا يكرمك يا رب. يا عم يا رجل ايه اللي حصل؟ يا عم مالك ايه اللي حصل؟ مالك فرحان قوي كده ليه؟ افرح ايه اللي في وشك ده؟ الله ايه اللي حصل لك بالظبط يا فهمين؟ ايه يا اخي كنت بلعب القطه بتاعتي. الله كم القطه انت حطها فوق دماغك عشان تخربشي في دماغك؟ يا ريتها خربشت نافوخك من جوه خلصتني منك يا شيخه. يا رب تموتي. يوسف ايه مالك في ايه؟ الزراعه يا يوسف. اه السبب في اللي جرالي ده؟ اه مين؟ الافندي اللي فوق. اه الاستاذ مجدي كلك دماغ؟ ما هو دماغه كده. ها كل دماغ عبيط ياكل دماغه وروح فيها. امال ايه؟ يبعت لي في مهمه علشان ياكلوني دماغ هناك وهو يطلع منها زي الشعره بالعجيب. ركزي مره معايا. ركزي مره معايا. ركزي مره معايا وقولي لي ايه اللي حصل معاكي بالظبط. رحت شركه التلفزيون. طب ركزي ما تعيطيش بس. ايه اللي حصل في شركه التلفزيون؟ ضربوني ضرب. يا ساتر يا رب باين عليك. بعدين وعارف ضربوني ازاي؟ ازاي؟ زي العلقه اللي بياخدها الحرامي لما يتمسك في عرزات. عارف بيعملوا فيه ايه؟ بالجسم. بس معنويا. معنويا لسه. انسانيا. على فكره بقى دلوقتي بس عرفت وتاكدت ان عندك شرخ في نافوخك في السيكولوجي. وانت عندك شرخ في سقف حالك. ما ايه ده؟ إيه؟ على فكره انت عارفه مكاني كويس. فين؟ مش هقول لك. سلمتني. تعال تعال فوق. لا تتعجب انها اراده الله. ايه ده؟ انها اراده الله. ايه ده يا نجلاء؟ يا ناس يا شر غفاه يا ارض. ايه اللي عمل فيكي كده؟ حضرتك نعم اصل في شركة التلفزيون قابلوا ناس طيبين كويسين ولاد حلال متربيين قابلوها كويس. دي السكرتيره ده رئيس مجلس الاداره ورم. ايه اللي خلاك تروحي شركه التلفزيون يا استاذ مجدي؟ مش حضرتك قلت لي روح هات المستندات اللي بتاعت التلفزيون اللي كان قد كده ودخنوه قد كده ودخلوه في ال... ده كلام يا نجلاء. في حد يروح يجيب مستندات ضد مجرم من المجرم نفسه؟ يا بيه انا رحت شركة التلفزيون ودخلت قلت فين صاحب الشركة دي بعنجهية كده. راحوا مدخليني عليه. قلت له ايه حكاية التلفزيونات المسروقة يا حرامي؟ فخلقته لرئيس مجلس الإدارة. بتقول له يا حرامي كملي. ايوه بس يا بيه مد صباعه ودس من هنا ولقيت جميع البشر من اركان الدنيا الاربعة بيضربوا فيا. مش ده اللي قلقني بقى يا بيه؟ اللي قلقني صوت غريب سامعاه في ودني قلقني كده اهو. الله ايه الصوت ده؟ اتاني صوتي من كتر الضرب والجعير يا بيه. لحد الله يستره الله يكرمه الله يرزقه بالذريه الصالحه. مين ده؟ مين؟ واحد امير. انقذك؟ لا فقعني شلوط نطرني بره. لقيت نفسي في حجر واحده ست جايه في الاوتوبيس اللي جاي عليا. حبيبي قال انا اللي كنت معتمد عليها في موضوع بكره. ايه موضوع بكره ده؟ ايه بيه؟ موضوع محاكمة بتوع شركة الكهرباء. الاستئناف؟ الاستئناف اللي هيبقى نقد. ما انت الاستئناف معاك يبقى نقد. يبقى نقد. لعبتي يا بيه لازم اروح للعبتي. اسمعي بقول لك اوعي البيت قبل ما تروح بقى لازم تديها العنوان لان دي ان شاء الله المره دي هتجيبها من عند المفتي. على رايك. اسمعي. نعم. اوعي تروحي لوحدك. تاخدي يوسف ومعاك المصور. لا يا بيه انا اروح لوحدي. هتروحي لوحدك ايه والضرب؟ عشان ما يحصل لكيش اللي حصل. ثم يا بيه انت
ايه في ايه؟ مالك؟ انت يا بيه كترت كده ليه؟ كترت؟ الله انت إيه؟ انت 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 ما قلتش ليه انك جايب اخواتك معاك؟ الله الله اهلا وسهلا. ثم يا بيه انت مش واثق فيا ولا ايه؟ انا ما حدش ابدا يقدر يمد ايده عليا خالص، ده انا اللي يضربني ده انا لا انت تتضرب بقى حلو قوي. تتضرب حلو قوي. من اي وقت انت وانت نازل بروح اضربك؟ اي واحد في الشارع هيشوفك انت الضرب الاحمر اتسمى عليك. استنى بس يا يوسف اسمعي. ايوه بيه. ما تروحيش لوحدك، تاخدي يوسف عشان يسندك. اذا كان يسندني معلش. اسندك معلش، اسندك بس بعد ما تتضربي. يلا يا فهمي. ممنوع يا ست. يا اخويا جايبه له الاكل طالب مني اكل. قلنا ممنوع. منو مكسعوه يا اخويا؟ ممبار ولحمه راس. جبت الممبار؟ ايوه يا اخويا. والشطه؟ والشطه كله. ازيك يا سعيد؟ خلي بالك خلي بالك من يومك يالا. ما تاكلش ده الا في العربيه. امرك. اوعى تروح بيه المحكمه. يلا. السلام عليكم. على السلامه يا اخويا. اطلع. خش.